توقف القلب المفاجئ أو السكتة القلبية قد يحدث في أي مكان، قد يحدث وأنت تسير في الشارع أو في المنزل أو مكان العمل. هذا ما يجب عليك القيام به إذا حدث ذلك بالقرب منك. الخطوة الأولى: تأكد من عدم وجود خطر حولك. الخطوة الثانية: تأكد من وجود استجابة عند المصاب. قم بتحريك كتفي المصاب ببطء وقل: هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ الخطوة الثالثة: إذا لم يكن هناك استجابة، أصرخ طلباً للمساعدة، أصرخ استدعوا سيارة الإسعاف. الخطوة الرابعة: افتح مجرى الهواء عن طريق إمالة الرأس ورفع الذقن. ضع يداً واحدة على جبهة المصاب لإمالة الرأس، واثنين من أصابع اليد الأخرى على جبهة الذقن الأقرب لك لتقوم برفعه. الخطوة الخامسة: التحقق من التنفس. راقب ما إذا كان الصدر يرتفع، واستمع إلى صوت التنفس وحاول الشعور بالأنفاس على الخد. إذا كان المصاب يلهث أو لا يتنفس، ابدأ الضغطات الصدرية. الخطوة السادسة: الضغطات الصدرية. قم بتحديد موقع الضلع الأخير والأقرب لجهتك. حرك الإصبع الأوسط على طول الضلع حتى التجويف الموجود في أدنى نهاية عظمة الصدر. ضع إصبع السبابة والوسطى أسفل راحة اليد الأخرى بجانب السبابة. قم بتثبيت مرفقيك وبأذرعك مستقيمة. ابدأ 30 ضغطة صدرية بمعدل 100 ضغطة في الدقيقة الواحدة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. مرة أخرى: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. اترك الصدر ليعود إلى الوضع الطبيعي بعد كل ضغطة. قم بإجراء عملية تنفس صناعي مرتين بعد كل 30 ضغطة صدرية، مع الحفاظ على وضعية إمالة الرأس ورفع الذقن، واستخدام الإبهام والسبابة لإبقاء فتحات التنفس مغلقة. خذ نفساً عميقاً وضع فمك على فم المصاب بإحكام، وقم بإعطاء نفسين صناعيين بشكل قصير وسريع، مدة كل منهما ثانية واحدة، مع أخذ نفس بين المرتين. اترك أنف المصاب بعد كل تنفس، ثم واصل خطوات الإنعاش القلب الرئوي. الخطوة السابعة: تابع خطوات الإنعاش حتى يحضر المسعفون لتولي الأمر.